مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نزولا عن طلب مجموعة من المغاربة في القضية بطبيعة الحال ديال ليلى اللي كانت في السجن حول موضوع النسب وبعض الأمور أخرى. حاليا معنا الأستاذة إبراهيمي اللي هي أستاذة محامية بطبيعة الحال والزوجة ديال الطرف الثاني لموضوع النقاش وموضوع النزاع. غادي نناقشوا مع الحوار، غادي نناقشوا مع مجموعة من النقاط في الحوار، وبطبيعة الحال هي غتوضح معنا مجموعة من الأمور. أستاذة شكرا على قبول الدعوة. مرحبا مرحبا، الأمر أصبح يحتاج فعلا تنويرا للرأي العام. السؤال الأول أستاذة، إذا كان ممكن تناقشي معنا الموضوع من الأول ديالو، كيفاش بدا هذا الموضوع هذا؟ بطبيعة الحال ديال الزوج ديالك اللي عنده نزاع مع هذه السيدة اللي هي دابا في السجن، والجديد أنه حاليا يلاه خرجت من السجن. نشوفوا الأمور الأولى وحنا غاديين باش الرأي العام يستوعب معنا الأمور أكثر. انا غادي نبدا غير منين انتهيتي نتايا، كتقول بان السيده هذه خرجات بحكم انها كانت معتقله في قضيه نسب. لا، الامر ديال الاعتقال ديالها كان بناء على متابعه سطره النيابه العامه اللي هي بمواد جنحيه. الامر اللي كان هو عندنا كاينين جوج ملفات، كاين ملف اللي هي تقدمت فيه بدايه بدعوى لاثبات النسب، والملف الثاني اللي انا هو طرف فيه واللي انا اللي مشتكي فيه اللي يتعلق بالمشاركه في الخيانه الزوجيه والتهديد بافشاء امور شائنه، تهديد باللجوء الى الصحافه، تهديد بالابتزاز. عندها امور ديال 490 491 538، هي فصول مجموعه ديال القانون الجنائي لسترات النيابه العامه بعد ان تبين لها مجموعه ديال الوثائق والبحث اللي كانت دارته الشرطه والاستماع لجميع الاطراف وتفريغ محتويات الهاتف النقال ديالها، وتم تقديمها امام السيد وكيل الملك، وهذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه نهائيا بهذاك الملف اللي كيكون في المحكمه الشرعيه. هذاك ملف وهذا ملف انا متضرره فيه، وانا تقدمت بشكوى لانني طرف متضرر فيه، وتم اتخاذ الامر ديال الاعتقال ديالها بناء على المتابعه ديال النيابه العامه. صراحة اللي كان اليوم هو بيد سلطتين قضائيه، فالسلطه فالنيابه العامه تعتقل ان شكات، والسلطه القضائيه لها امكانيات ان تمكن الطرف من الصراح على اعتبار بانه تدبير استثنائي للاعتقال. احنا كدفاع وانا شخصيا ولو كنت انني متضرره، الا ان المساله او المبدا ديال ان الاعتقال او الصراح دائما انا اكفله للقضاء، فهو يرى الانسب والاصلح في هذه الملفات. اذا كان ممكن استاذه باش نوضعوا الراي العام اكثر في الصوره، نوعيه العلاقه ديال الزوج ديالك مع هذه السيده هذه، شرحي لنا هذه العلاقه كيفاش؟ نوعيه العلاقه ابتدات في واحد الفتره ديال اواخر شهر ما بين شهر 12 ديال 2016 حتى الشهر الثالث ديال 2017، الوقت اللي غنعرف انا هذه العلاقه هذه، والوقت اللي جميع هذه الصور هذه كلها اللي هي منشوره الان، واللي هي كتحاول واحد المواقع اخرى انها تستغلها بأسوأ استغلال، باوسخ العناوين، باوسخ الاشكال، باوسخ الامور التي اصبحت تنتهك فعلا الشخص في 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 نفسه وفي في صفته وفي سمعته وفي بواحد الشكل اللي هو غير مقبول تماما. انا نقول لك كيفاش. هو كاين خطا، كاين خطا وحنا كلنا خطاؤون وتا واحد ما معصوم الى الانبياء، وكاين واحد الخطا اللي هو كان وقع، ولكن تم استغلاله بواحد الشكل اللي هو اصبح مؤامره في واحد الوضع. السيده هذه اللي كانت هي تعرفات على، انا ما غنقولش هو تعرف عليها، لان هي اللي فعلا تعرفت عليه، تعرفت عليه في واحد المدينه الوقت اللي كان عنده هو واحد المسائل المهنيه كيقضيها فيها، واللي هي استغلات واحد الاوضاع اللي هي غريبه جدا، غريبه جدا لواحد الشخص عادي انه غادي يصورها او انه غادي يتفنن وغادي يصر وانه غادي يستمر في التصوير ديال كل الحركات والسكنات حتى في الاوضاع اللي هي الحميميه. انا عمرني في حياتي ما تخيلت بان واحد الناس اللي كيكونوا مثلا في وضع حميمي معين في كامل الوعي ديالهم او بدون الوعي ديالهم في حاله عاديه او في حاله سكر، انهم غادي يركزوا مع حمل الهاتف ومع الصوره. زعما اوضاع زعما والشباب والشابات اللي غادي يفكروا في هذا الشيء كهذا، غير من الناحيه المنطقيه، من الناحيه الموضوعيه، من الناحيه ديال 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 نفكروا شويه بالصوره كيف تم التقاطها. جميع الصور هي سيلفي، وجميع الصور هي التي تصر على انها تاخذ هذيك الصوره في هذاك الوضع معين. حتى واحد ما كان عارف بان فعلا راه كيتعرض او ذاك السيد راه كان كيتعرض لواحد المؤامره ديال واحد الناس اللي هي غاده بواحد التسلسل بواحد المنهجيه التي يصرون عليها. فكانت كتصور والتقطت هذيك الصور ليش؟ لتمارس الابتزاز فيما بعده،
وهذا الشيء فعلا اللي وصلت ليه الامور، وهذا الشيء فعلا اللي خلى انها كتلقى حوالات ماليه للتستر على هذا الشخص هذا، لانه خايف على الصفه ديالو، خايف على السمعه ديالو، خايف على العائله ديالو، خايف على الاسره ديالو. انا كيسولوني فعلا علاش دابا انت واقفه معاه، لاني غنقول لكم جميع الصور اللي هي كاينه دابا في الانترنت اللي كتنشر بهذا الشكل هذا، راه ماشي هي ديال دابا، وماشي هي ديال 2018 وديال 2019، هاد الصور كلها انا على اطلاع بها من 2017 من شهر 3 في 2017. اذا كان ممكن استاذ خدينا معلومات دابا على الموضوع بغينا نناقشوه بشكل مدقق. انت كتقولي استاذ بانك انت على اطلاع بهاد ليستوار 2017، شنو هي الخطوات اللي درتي انت كزوجه؟ انا لا ما تنتكلمش معك كمحاميه، لانك ومام انت ام، انت بطبيعه الحال عندك احساس. شنو هي الخطوات اللي درتي باش تحتوي على الوضع مادام عرفتي انه الزوج ديالك عنده علاقه وهذه العلاقه ماشي شرعيه؟ شنو هي الطريقه اللي درتي انت الاولى؟ هي في الحقيقه راه هو الوضع كيبقى ديال اي زوجه، انه ملي غادي يطيحوا فيها هذوك التصاور بهذاك الشكل ما فهمتش انا الوضع شنو هو، ما فهمتش. هي فعلا كان واحد الخلاف 2016، وهذاك الخلاف في هذيك الوقت فاش غنعرف انا هذه المسائل هذه رجعته، لانه كان واحد الخلاف ما بيني في الحياه الاسريه ديالي، وهذا انه خطا واحد الخطا. انا ماشي الا كان الله تعالى غفور رحيم، فكيف انا سوف اتشدد في واحد الوضع انا اللي بالتالي غادي يبان ليا بانه غير عادي؟ لان كما قلتي انت واخا نكون انا محامي وانما انا زوجه، ولكن دائما كتبقى هذيك ديك ديك الصفه، ماشي الصفه، هذاك التحليل اللي تعودت انني عليه انايا وانا امارس الماده الجنحيه، انني كل حاجه قدامي خاصني نقراها من جميع الجوانب ديالها شنو هي، بان ليا بانه وضع غير عادي، وبالي بانه واخا تكون واحد الحميميه فالتقاط الصور بهذاك الشكل الا من واحد الطرف ديال الناس غيكونوا متمرسين فيه. نعم الا سمحتي لي استاذه هذه المساله فهمناها، ما بغيتش السؤال اللي عطيتك. ملي عرفتي ليستوار الواقعه كاينه، كاينه علاقه غير شرعيه، شنو هي الخطوات المتبعه الاولى؟ يعني كيفاش تحتوي انت على الوضع مع الزوج ديالك باش ما يكونش امتداد، يقدر يكون الحل اللي كان عندك انت انسب يتحل هذا المشكل قبل ما نوصلوا صور، نوصلوا علاقه انها غتكبر بصور مرفوقه بزاف الامور. باش نوضح لك، راه الصور كلها اللي كاينه راه كلها ديال 2017، شي كلشي اللي كيبان دابا راه كلشي شفتو انا، راه ماشي شي حاجه اللي بالنسبه لي انا جديده. هذا الوضع دابا اللي كيعيشوه دابا او اللي للاسف كاينه واحد الجهات اللي خلات انا المغاربه كلهم انه يعيشوا وانهم يشوفوه، راه انا شايفاه، راه انا شفتو عشتو في 2017، ماشي جديد بالنسبه ليا. كيفاش احتويته؟ هو انا احتويت الاسره ديالي واحتويت الزوج ديالي، لانه فعلا من هذيك الوقت اللي انا طاحوا فيه دوك التصاور نقول لك كيفاش. في الهاتف ديال الزوج ديالي اول حاجه غادي تبان هو واحد الميساج اللي هو مكتوب بواحد الكلام اللي هو خايب، واش عندي ميساج بالعبارات من واحد الرقم اللي غنكتشف من بعد هو ديال هذه السيده هذه. هذا الرقم هذا صيفط اولا ميساج فيه كلام نابي، من بعد غيبداو يتلاحوا تصاور، بداو يتلاحوا تصاور تصاور تصاور. انا ملي شفت هذاك الوضع اكيد غادي تكون فيا انا هذيك الامر ديال انني غنتحرك كزوجه، ولكن ملي عرفت الوضع العام وحكى لي الوضع العام بانه يتعرض للابتزاز وبانه يتعرض للتهديد وبانه تم استغلال هذه الصور هذه في واحد الوضع اللي هو ما عقلش عليه تماما، وبانها راه كانت كتاخذ. سمحتي لي استاذه، كيفاش ما عقلش عليه تماما؟ بقي معايا في هذه نفهموه. الوضع اللي ما عقلش فيه هو تماما. انا نقول لك كاينه شي حاجه اللي كتكون هي بمؤثرات، وكاينه شي حاجه اللي كتكون هي نفسيه. شي الانسان اللي ما كيكونش مربي على هذه الامور هذه وما ترباش وما ترعراش في واحد الشكل اللي ممكن انه يصادف فيه هذا الشكل هذا، فاول حاجه كتصدمه هي الافعال اللي غيديرها الطرف الاخر. هو فعلا تصدم من هذه الافعال هذه، لانه لقى راسو في واحد الوضع اللي واحد السيده كتمارس عليه واحد الاشكال اللي هو ما عارفش بانها راه كتمارس داخل المجتمع ما ترباش فيها. ثاني حاجه هو انها فعلا وضعته في حالتين ديال 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 شرب الخمر، هي سكيره معتاده على شرب الخمر، وهي اللي استدرجته انها داته واحد الملهى ليلي، وبالتالي لقى راسو في واحد وسط واحد الوضع اللي عمرو عاشو وعمرو انه ارتكبو وعمرو دارو، فاضطر انه ينساق معاهم لي من بعد سوف تنتج عنه تلك الصور اللي هو في غير وضع. لا نعم استاذه الا سمحتي لي انا اتكلم معك يلزمني الحياد، ولكن بعض الامور خصنا ندرجوها في النقاش. نتكلم انه تم الاستدراج ديالو، ونتكلم عن شخصيه ماشي عاديه لانه ملم بالقانون، مهنته محامي، هذه الحاجه الاولى. ثانيا نتكلم عن التخدير او استهلاك الخمر او شيء من هذا القبيل اللي بطبيعه الحال الانسان تيفقد الادراك ديالو. هناك بعض الصور واضحين ما فيهمش هذه الامور، هناك يعني في واضحه النهار في البحر في امور يعني كاين الرضا ديال الطرف الثاني. واش هذه الامور انت تتكلمي معي استاذه كتحللي معايا الامور، ولكن تحليل الموضوع نقاش. يعني الرضا ديالو انا بغيت نتمنى انك تجاوبني كزوجه. انا عندي اليقين انه كمحاميه بطبيعه الحال تناقشي معايا فصول وقوانين انا معك، ولكن
الحقيقة نبسطوها مع الرأي العام. الصور تقول عكس هذا الكلام. تفضلي أستاذ. أنا نقول لك هي الصور لا تقول عكس هذا الكلام، ونصف سؤالك هو جواب. أنت ملي كتقول بأن واحد السيد عنده السمعة ديالو، عنده واحد الكارير ديالو، عنده واحد المكانة ديالو داخل المجتمع، عنده واحد الناس اللي هو كيخاف على السمعة ديالهم وكيخاف على الصفة ديالهم وكيخاف على التواجد ديالهم داخل المجتمع والمكانة ديالو، غادي تواجه مع الناس اللي ما عندهم ما يخسروا. ملي كتقول لي الصور واش كانوا في وضع عادي، فأنا كنقول لك لا، لأن القراءة ديال الصور اللي غادي يقراها الإنسان العادي وغتبان لي بأن السيد فرحان، أنا ممكن كدفاع لي هو تحكمني واحد الأمور اللي كنقرا فيها أبسط الأمور بواحد الطريقة أخرى، غنقول لك بأنه ماشي عادي. ماشي كنتكلم على أساس، ماشي كنتكلم على أساس بأنني أنا ماشي طرف محايد أو موضوعي أبدا. شي لو أنني أنا قريت القراءة اللي ممكن أي واحد يقراها في هذيك الصور، أول حاجة كنت غنديرها وغنتخلى على البيت ديالي وغنتخلى على الزوج ديالي وغيبين لي الوضع بأنه غير عادي. الصور اللي شفتها هي فعلا كلها شفتها انايا في 2017، ولكن في قراءتي لهذيك الصور تيقته لسبب، لان فعلا كلام ديالو يتوافق مع تلك الصور. الا ركزتي مع الصور بهذاك ماشي البعد الاجمالي ديالها وانت كتشوف واحد الوضع ديال واحد الانسان فرحان، لا، قرب مزيان في الصوره، شوف شكون اللي كيلتقط هذيك الصوره، علاش كتلتقط هذيك الصوره في واحد الوضع ديال السيلفي، في واحد الوضعيه اللي ماشي ديال السيلفي، ماشي ديال السيلفي، شي حاجه اللي ماشي الانسان غيتفكر فيها الهاتف ديالو باش غادي يهز باش غادي يصور. كانت عندها واحد الخطه كتوجد فيها استغلاتها واحد. سمعتي لي استاذه فهادي؟ فهادي باش عطيتني جوج نقاط قويين. تتكلمين على الصوره، الصوره واضحه بانه هو كيتصور معها باريحيه، ما كنقولوش بانه تقدر تصورني وانا من الخلف او هو امام الكاميرا او التليفون او باش كيصور، كاينه اريحيه. هذا التحليل اللي كتعطيني استاذه تمنيت انه يكون في النقاش موضوعي، يكون هذه الحاجه الاولى. لا غير الا سمحتي لي غنعطيك الحق في الكلام استاذ. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه دورك في الاحتواء على هذه الازمه قبل ما توصل لهذا الشيء، بدون انه السيده توصل للسجن. ماشي السيده توصل للسجن، ماشي انا اللي وصلت للسجن، انا السجن ما عنديش سوارته باش كنوصل ليه شي حد، انا امراه ديال القانون. انا انت اللي ديكلاريتي استاذ. بيان سور، لان هذاك من حقي كما من حقك انت. انا مواطنه مغربيه، والشكايه اللي تقدمت بها على اعتباري كاتبه فيها مواطنه مغربيه، انا ما تقدمتش بشكايه بالصفه، والشكايه بالصفه لا تقدم الا امام هيئتين اللي هي الهيئه ديالي، انما انا تقدمت كمواطنه مغربيه. في هذا الاطار استاذ تكلمينا على الابتزاز وامور اخرى، هذا تحليل. لا غنعطيك الحق في الجواب، نعطيك تحليل ثاني وديري مقارنه بيناتهم وعطيني الراي ديالكم فيه. عطيتيني تحليل ونعطيك التحليل الثاني، انه هذه السيده وضعت الثقه ديالها في شخص غير عادي، قلت لانه محامي وملم بالقانون، وكذلك كما قلتي انه على اطلاع في ملفات بهذا الشكل كيعرف الخطوره ديال هذا الامر. هذه السيده وضعت فيها الثقه على اساس انه البناء على الكلام ديالها اللي صرحت به في مواقع انه هي كتستعد مع الزواج نظرا للخلاف اللي عنده مع الزوجه، وفي القانون واضح وحتى في الدين الشرارتهم ربعه. هذا نقاش، التحليل ديالها هي ديك الثقه اللي وضعت فيه ادت بها توصل لهذ الامور. هذا ماشي تحليل، رايك فيه؟ لا ماشي تحليل. تفضلي اوسي. انا نقول لك ماشي تحليل، لان الا جيتي انت كتشوف هذاك التصور العام انطلاقا من النفس ديالك انت، نفس ديالك انت. دابا انت مشيتي غتخطب بهذاك الشكل؟ دابا انت مشيتي بانك غادي دير واحد العلاقه كتقول بان راه السيده هذه رانا غادي نفك مع العلاقه الزوجيه وغنرتبط بك، واش كتبان لك بين الامور ديال واحد جوج الناس اللي هما كانت علاقه حب واللي كانت علاقه خطبه واللي كانوا مرتبطين ونتج عنها حمل ولاده، غتوصل الامور لهذا الشكل؟ انا كنعرف بعدا. لا انا خليني غير باش نكمل كلامي، حيت نتايا كدوي على اعتبار داكشي ما يروج داخل الشعب من حقهم، لانهم سمعوا من طرف واحد ولكن ما سمعوش من طرف اخر. لو انهم يسمعوا من طرف اخر ورجعوا بالذاكره ويسمعوا غير التصريحات اللي هي منشوره في احدى المواقع ديال مجموع ديال الناس، غادي يبان لهم تناقضات اللي هي خطيره. الناس ما منسجميش حتى في الكذوب، الكذوب ما منسجميش، كل واحد كيعطي معطيات على حسب ديك الهضره اللي باغي هو يروجها وباغي يقولها. المعطى الحقيقي اللي كاع الناس يا الشباب كاع الرجال يكونوا عارفينهم، كون بغاها كون تزوجها، ما غيتسناش هذا الشيء. مساله ديال الكلام ديال كاري ليا وكيخلص عليا، هذا الشيء كل شيء مردود مردود لسبب واحد، هو ان خاصك تبين ليا كيفاش. اعطيني فاكتوره، اعطيني شي حاجه، اعطيني الحوالات اللي كانت كتوصل بها هاد السيده كامله، اللي هي حوالات ماديه ونقديه نتيجه الابتزاز، كانت كتوصل بها ماشي بالاسم ديالو، راه كاينين غير جوج حوالات اللي هو صيفطها وعرف راسه بانه تورط في واحد المؤامره ديال الابتزاز. شرحي لي هاد المؤامره استاذه، نوضعوها في الراي العام. المؤامره فاش؟ الا سمحتي لي فيما يخص الكلام ديالها هي انه هي كانت عايشه معاه في الاريحيه باش يكمل الامور ديالو وضعها في الثقه، نديروا هاد التحليل. على اساس انه ملي غيكمل الامور ديالو غادي تزوج بها. مساله اخرى، الا كان
الطرف الثاني اللي انت معاه الا كان هو تيشوف راسو ابتزاز هو اهل المجال وراجل ديال القانون ما غاديش يتعرض للابتزاز. السؤال واش كيشوف انه الاخطاء ديالو اللي خلاته انه ينصاع لهذا الابتزاز الا كان اللي هو يعطيها فلوس كذا، لانه على حسب كلامه هي عنده مع ابنه ان عندها ما يفيد، عندها صور، وعدها بزواج، وضعت فيه الثقه كراجل ديال القانون. هذا كله تحليل كيتناقش في الراي العام. انا غادي نجاوبك حيت دائما ملي كنشوفوا الرؤيه العامه ضروري خاصنا نتعمقوا فيها باش نحاولوا اننا نحلوا الامور. هاد الصور كلها اللي كاينه فهاد الوضعيات كلها اللي كاينه راه كاينه غير واحد الصور اللي هي ممكن تكون في وضعيه حميميه، صور اخرى هي صور عاديه ماشي شي حاجه زعما اللي كتبين بان كاين واحد العلاقه جنسيه. الناس راه لابسين حوايجهم والسيد ضرب كرافاته وتم استغلاله بواحد الشكل بواحد النوعيه بواحد كذا. ملي كتقول لي بانها عايشه معاه في اريحيه، فاش شنو هي الاريحيه اللي غيعيشوا فيها واحد جوج الناس اللي كيكونوا هما بجوج اللي كاينين في الدار البيضاء، وكتقول بانه كاري ليا وهي ما كاريش ليها، وكتقول بانها راه كيصيفط ليا الفلوس. انا كنعرف الناس اللي جاوبك استاذي عطيتيني السؤال نجاوبك على الاريحيه. دابا انت هي كتسولني وما كتعطينيش الحق انني نجاوب. استاذي الا كتجاوبي لا مرحبا. واحد نصف ديال الجواب. كان غير السؤال اللي هو تيطرح. تعطيني سؤال واحد غادي نجاوب فيه جواب كامل باش يلا انني نقدر نوصل لك الفكره. غير واحد المساله للتوضيح استاذي الا كان ممكن بكل احترام وتقدير، اسئله في الراي العام تنطرح، انما في صوت العداله الحوارات ما تنوضعوش الميكرو باننا غادي نعطيو حكينا مجموعه ديال الاسئله كتطرح ويمكن لك تطلع صوت العداله غتلقى هذه المساله. الاسئله اللي كتطرح كنطرحها بجراه على اساس انه لك الحق كزوجه وعندك امتياز كذلك بطبيعه الحال انك محاميه وتدافعي عليه، ولكن اسئله كتطرح في الساحه انا مجبر انني نطرحها. هذا الشيء علاش استاذي لاحظتي ليا قلتي ليا فين كاينه الاريحيه؟ الاريحيه انه هذه السيده غادي نبسطوها واش هي جات سدات عليك ولا داتك بمينوط. نهضروا بهذه اللغه على اساس بعض الصور لا في المنزل ولا في البحر ولا في اماكن هذه كلها، علاش واش ما كتشوفوش هذه اخطاء كبيره ارتكبها هو؟ هو راه خطا واحد ماشي اخطاء، هو خطا واحد. وهذا الشيء اللي كتكلم عليه انت على اعتبار بان الصفه ديالو، على اعتبار بانه رجل قانون، وعلى اعتبار بانه عارف العواقب القانونيه وعارف بانه ما له وما عليه وعارف التزاماته وعارف بان الامور هذه سوف تجني على 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 حياته المهنيه، فلهذا السبب تعرض للابتزاز. لان الشيء لو انه كان شي واحد ما عنده ما يخسر ما غاديش يعرضش للابتزاز، ولو كان شي واحد ما عنده ما يخسر ما غاديش يصيفط حوالات عن طريق الكاتب ديالو واحد السيده اللي كتهدو بهذيك الصور بانها غتنشرها بديفو كونت في الفيسبوك او انها غتعطيها للصحافه او انها غادي تديها للزوجه ديالو. لو ان واحد السيد لكان هو عارف بان هادشي كلشي ما غاديش يوصل ليه واحد النهار، داكشي علاش كان كيتستر عليه في واحد الوقت، لانه فعلا كان مغلوب على امره. الخطا كاين خطا، وغادي نكونوا حنايا اغبياء الا قلنا العكس. كاين خطا وقع ولكن تم استغلاله، الخطا اللي توقع تم استغلاله، وتم استغلاله عن قصد، وتم استغلاله بسوء نيه وهي بالتقاط تلك الصور. راه مجموع ديك الصور كامله اللي كاينه راه ما كتجاوزش فيها واحد المده معينه، ولكن تم استغلال هذاك. الى عكسناها في الراي ديال الراي العام وفيها هي بالضبط انه ديك الصور كتشوفهم كسند عند الله، ودوك التصاور ما عندها معها حتى ورقه باستثناء من غتوصل بطبيعه الحال النسب ولا ديان وما الى ذلك والشق القانوني في هذا الامر اللي غيثبت واش ديالو هذيك البنيه ولا لا، هذا امر تيتعلق بالقضاء. انما هذه السيده ما عندهاش شي حاجه اللي غتلجئ ليها باش تبين بانه هذا السيد هذا كانت عنده معاه علاقه حسب الاسطوار اللي عطات هي اللي فيها نهايه الامر الزواج. هذا ماشي تحليل استاذ. هذا ماشي تحليل، انا غادي نجاوبك به من الناحيه القانونيه. هذا سميتو النيه الاجراميه، هذا ركن من اركان ديال انا باش واش واحد باش نكونوا شويه منطقيين باش نتفاهموا مع بعضياتنا. دابا وحده اللي عندها واحد العلاقه مع واحد، واش هي من النهار اللي غادي تعرفوا غادي كتصور مع السيلفي بهذوك الاوضاع حقه حيت ما عندي معاه حتى شي ورقه واحد النهار غيخليني؟ واش دابا شي واحد اللي عنده شي علاقه مع شي وحده غيجلس يصور فيها، ولا واحد عنده علاقه مع وحده غتجلس تصور فيه باش انها تامن نفسها الا وعارفه راسها بانك ترتكب واحد الفعل اللي من وراه عندها منه واحد الغرض؟ هذا استاذ تحليل، وكاين تحليل ثاني. الله سبحانه وتعالى في كتاب الله اعطانا اذا تدينتم بينكم فاكتبوه. الا كانت هذه السيده ما لقات باش تلجا انه تلقى شي حاجه باش على الاقل ما غاديش تصدقها حتى واحد، علاش غنعتبروا هذه تحليل ديالك هي اجراميه ولكن كسند قوي عندها هي اللي غتدوب على نفسها وعندها بنت. ماشي سند قوي، هذا سند ضعيف، هذا سند ضعيف. شي التمسك بهذه الصور، الصور لا تثبت الا علاقه غير شرعيه.
صور لا تثبت زواجا ولا تثبت خطبة ولا تثبت علاقة بين 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 جوج الناس انه كان كريله ولا ما كان كريله. داكشي كلام فضفاض، كلام على عواهنه. اجي فم وقول، واللي بغى شي حاجه يجي يقولها، وكيبقاو يقنطروا يقنطروا يقنطروا، وبقى تبقى معطيات معطيات، وكتخليو المغاربه بانهم تالفين، رغم ان المغاربه لو جلسوا مع بعضياتهم في اسرتين مجموعه وبداو انهم كيفرتوا في هذه الامور هذه وكيحلوها، غيبان لهم بان وضع غير عادي. ما كاينش شي وحده عندها شي علاقه بشي واحد كتصوروا في اوضاع الحميميه، كما بالمقابل ما كاينش شي واحد انه كيقبل على نفسه انه شي طرف غادي يصوروا، الا وانه فعلا عايش في واحد الجو اللي عمره ما شافه عمره ما حياته ما عرفش بانه راه فعلا كيتعرض واحد الشكل من الممارسه اللي غادي يولي ابتزاز وتهديد من بعد. في هذا الاطار استاذ، بطبيعه الحال القضاء والقناعه بطبيعه الحال ديال القضاء في الملف، علاش كيلجئ الا كان تحليل بهذه الطريقه، علاش كيلجئ لهذ الامور باش تكون القناعه الشخصيه ديال القاضي او المحكمه اذا صح التعبير؟ يعني القناعه شخصيه القاضي كتبني على ادله مزيان، من بينها بعض الامور كتعلق فيما يخص النسب، كنشوفوا دي زيستوار ديال متبعهم ديال الفنانه وهذا كيلجؤوا لهذ الامور، نوعيه العلاقه بين هاد الاطراف. يعني الا خدينا كتحليل كان يا اجراميه ما ياخذوش القضاء، ما ياخذوش هذيك ادله في ملف. شكون اللي قال لك ما واخذوش كادله في الملف؟ يعني حنا رانا انت يا استاذه قلتي لي هذا الشيء راه نيه اجراميه، هذه واش نيه اجراميه غادي ياخذها القضاء يبني عليها؟ لا، شنو بدا على القضاء؟ شنو اللي تكلمتي لي على الصور، على مجموعه الامور، حوالات نكمل لك السؤال استاذه، المعامل الا كان ممكن المعامله ديالها معاه، انت تتكلمين انه تبتز بهذه الطريقه وهو رجل ديال القانون، المراحل ديال ابتزاز يعرفها، كان يقدر يتفاداها في الاول باش ما يوقعش في هذه الامور هذه. ملي وقع اللي وقع هي كتشوف عند الله ودوك الوثائق باش غتجاوب على نفسها ولا ديك البنيه، هذا ماشي تحليل. علاش القضاء ياخذ هذا الملف بهذه الطريقه الا ما اقتنعش به؟ تفضلي في الجواب. راه الملف راه خداه القضاء، والملف هو اللي اقتنع به القضاء بناء الوثائق اللي كانت هي مدلى بها. راه هذوك التصاور اللي دلات بهم القضاء، هذوك التصاور لا يعبرون عن خطبه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الشكليه ومن ناحيه الاعراف داخل المجتمع المغربي، وهذوك الصور الاخرين لا يعبرون الا عن علاقات غير شرعيه، ولهذا كانت هناك متابعه جنحيه. ملي كانت هناك في الملف بانها كتلقى واحد الحوالات ماليه من هذا الطرف هذا نتيجه الابتزاز، فكانت المتابعه من اجل تلقي حوالات ماليه ومن اجل التهديد ومن اجل الابتزاز. ملي انا ملي وليت انا شخصيا كانت وصل بالتهديد ديالها على انها كتلتجئ لواحد الموقع معين، واحد صحيفه معينه، وانه سوف يتم التشهير، فهذا كان ضمن الشكايه التي قدمتها واللي فعلا كنشوف فيها دابا، لان داك الشيء اللي قالت هو فعلا هو اللي كنشوف فيه التهديد ديالها، احنا كنشوفوه به. بلاتي اسمح لي، راه كاينين جوج ملفات ما تشهرش. الا بغيت نقول لك استاذه دابا فهذه اللي كتكلمي عليا هنا يعني كجرم، ولكن هاد السيده هاد الوثائق راه كينفعوها في قضاء الاسره باش يتبدل النسب ديالها. نعم، واش تحب قضاء الاسره انك لجيتي تصور مع شي واحد غادي يتزوجوا ليه، والا قاعد بنات كاملين اللي عندها تصورها مع شي حد غتمشي ديال توفرت على شهود وثبوت النسب وصداع المحكمه كتاخذ الام بيان سور. على شكون اللي كيقول شي حاجه من غير قضاء؟ انا نهار اللي اتصلت بيا هاد السيده هذه وقالت لي غتقدم دعوه ديال اثبات، انها قدمت دعوه ديال اثبات النسب وانها واقفه في المحكمه، قلت لها القانون اذا كان عندك شي حاجه غادي نصفك، وقلتها لها هي وقلتها للاخت ديالها، واللي عنده شي حاجه غادي يلتجئ القانون والقضاء هو اللي غادي يفصل فيها، فإذا كان شي حاجة سوف تثبت في قضاء شرعي فالقضاء هو الذي سيفصل وليس أنا، والقضاء يفصل بناء على مواد قانونية وبناء على وسائل الإثبات وبناء على نصوص قانونية والشهادات لمحكمة النقد، ماشي أنا اللي كنفصل فيه. أنا قلت لها سير للقضاء وإلا عندك شي حاجة غادي تاخذيها، كما أنني أنا التجأت للقضاء وكما انني اعتبر ضحيه واعتبر واحد مطالبه بالحق المدني واعتبر انني تعرضت لواحد الجرم اللي هو فعلا تابعت عليه النيابه العامه، فانا التجأت للقضاء، القضاء هو الذي يوصف الاطراف. هذا الشيء ما كان في هذا الاطار استاذ. القضاء حاليا كنشوفه حكيم، انه المصلحه الفضلى ديال ديك الابنه اللي عندها 8 شهور اللي ما عندهاش باش ترضعها بطبيعه الحال واعطاها الصلاح. يعني هذه المساله انت كنتي كتعرفيها قبل، لانه ماشي كتعرفيها غتوقع، انك تحليل لانك محاميه وتتعرفي الامور كيفاش كتمشي. يعني القضاء كان حكيما في هذا القرار كأم، وانت بطبيعه الحال انت ام وانت عندك عائله وعارفه هذا الامر. يعني هذه المساله هذه ديال القرار اللي خدات المحكمه اللي بطبيعه الحال اطمأنوا لي نسبه كبيره من المغاربه. القضاء هو الذي له السلطة الوحيدة في الاعتقال سواء من طرف النيابة العامة إن شكت في ارتكاب واحد الجناح التي يعاقب عليه القانون تعتقل، والقضاء الجالس الذي معروض أمامه الملف والذي قدم أمامه طلب ديال الصراح هو الوحيد في تعليله اللي غادي يقول لنا علاش عطى الصراح. بالنسبة لي أنا
المتابعات اللي كاينه هي متابعات جنحيه تصل العقوبه ديالها الى 5 سنوات. بالنسبه لي انا جميع الملفات اللي دازت عندي بعد انايا شخصيا واللي هي كتعلق بالمشاركه في خيانه الزوجيه والخيانه الزوجيه كيكون فيها الاعتقال. الملفات اللي كتكون فيها نشر صور بدون اذن مالكها طبقا للماده 447 من القانون الجنائي فيها الاعتقال. الابتزاز الذي تصل عقوبته 530 من القانون الجنائي الى 5 سنوات فيها الاعتقال. يعني مجموع المتابعات اللي كاينه فيها الاعتقال. الى المحكمه كان التعليل ديالها وانا ما عرفتش التعليل ديال المحكمه علاش عطات الصراح، الا كان على هذا الامر هذا اللي هو اجتماعي وعلى اعتبار بها انها ام وعلى اعتبار بانها ذاك المحضونه انها محتاجه لها او ان ديك الطفله الرضيعه محتاجه لها، فانا ازكي طرح المحكمه في تمكينها من الصراح كيف ما بغى يكون الحال، واخا انها دابا هي دايره دعوه لاثبات النسب والمحكمه اللي غتفصل في الدعوه لاثبات النسب، فانا كنبقى ام وانا دائما الجانب الانساني والاجتماعي يكون حاضرا فيه. انا ما عندي غرض الا بتطبيق القانون. المحكمة إلا قالت بأن كذا فأنا غنتماشى مع المحكمة على اعتبار نفسي والاجتماعي تعطيها الصراحة على قبل هذيك الدرية. كسؤال أخير أستاذة، أنه أنت تزكي هذا الأمر ومشكورة عليه، إحساسك وأنت طبيعة الحال مادام متبعة الملف وعارفة بأن عندها ابنة وما عندهاش إلا غير الرضاعة، الإحساس ديالك في هذا الأمر إلا كان طبيعة الحال أنت كتزكي هذه المسألة أنه تخرج باش ترضع بنيتها لأن الأمر اجتماعي بشكل كبير، هذا الإحساس ما وظفتيش انت قبل باش تحتوي على هذه الازمه بطريقه لينه وبطريقه اللي ما توصلش لهذ الامور. انا نقول لك كزوجه، انا تنتكلم معك كزوجه. كزوجه والشق الثاني انك كمحامي على اطلاع. غندوي معك في في الجانبين، شي انا ملي اتصلت بيا وقالت لي راه درت دعوه ديال وانا غنستيقظ شي الخبر نهار 7 في شهر 1 ديال 2020 باش نعرف بان هي تقدمت واحد الدعوه لاثبات النسب، انا راه ما على بالي ما عارفه اشنو طاري نهائيا، ملي تقدمت بهذيك الدعوه فانا قلت لها التجئ للقضاء حيت انا ما عرفتش شنو هي النيه ديالها بانك تتصل بيا وكتقول لي انا غنصيفط لك انايا الاثباتات اثباتات واخا ما يفيد واخا صيفطات لي فعلا دوك الصور، قلت لها الصور كلهم عندي ديال 2017 عطيني الصور اللي هما جداد، شي حاجة اللي تخليني أنني نثق بك، تصور ديال 2018، تصور ديال 2019، تصور ديال هاد السيد هادو قدام بلباسين كان عنده في 2017 اللي ما بقاش عنده دابا، بواحد الوضع ديال حتى الشكل ديال الملامح ديال الوجه ديالو تغيرات من 2017 لدابا، فأعطيني صورة وحدة ديال أنه معك في الدار وأنت ولدتي، أعطيني صورة ديال أنه أنت حاملة بكرشك وهو معك، أعطيني صورة ديال أنك تقولي الأخت ديالو جات خلصات لك الكلينيك، أعطيني صورة ديال الأخت ديالو هي في ذاك الكلينيك. اعطيني شي حاجه ديال العقيقه قلتي وما يمكنش نتوما كاع النهار انت 70 تصويره كلها جمعتيها في واحد 3 شهور مع 6 شهور فما غتجمعيش تصاور ديال الحمل وديال العقيقه وديال الولاده، فنكونوا شويه حنا منطقيين. انا راه كنفكر من واحد الجانب، قلت لها اعطيني شي حاجه اللي تاكد ليا بان راه كاينه شي علاقه لسه مرات ونتج عنها بنت. قالت لي ما عنديش، قلت لها اذا التاج الى القضاء وهو الذي سوف ينصف سواء ان كان ديك البنت بنته او ماشي بنته، هو ينفي تماما اي علاقه جنسيه معك وانت كتقولي بنت ودار معك تواجها وسبك في التليفون وقدامي انا بانه ما دار معك حتى شي علاقه اللي غتنتج عليها شي حمل ولا كذا وانت كتقولي لا، قلت لها فخلي القضاء هو اللي غادي ينصفكم. استاذك كلمه اخيره، انت قلتي بانه هو كينفي بشكل قاطع انه هذه ابنه ديالو اذا تابوت عكس هذا الكلام رد الفعل ديالك كزوجه، وهي باش غنختموا وكنشكرك على الصراحه ديالك في الاول، اذا تابوت ان الابنه ديالو رد الفعل ديالك كزوجه. أنا كزوجة شي كزوجة والله العظيم سوف أساند هذاك الزوج لأنه ما مشاش بالخاطر ديالو ولأنه فعلا تعرض للابتزاز ولأنه فعلا تعرض للتهديد، وأنا عندي هنايا ميساجات اللي هما فعلا كاينين بيد القضاء وهما فعلا كنت أنايا أمبريميتهم وعطيتهم القضاء، وعندي هنايا أوديوات اللي فيهم التهديد ديالها صريح أن هذاك الشيء من الفوق هذاك الشيء وأنا الميف أنا اللي غنحكمو هذاك الشيء، شي أمور اللي هي خطيرة فعلا وسوف يتم مناقشته القضاء. أنا ما كنفرطش في البيت ديالي وما فرطش في الزوج ديالي إن أخطأ، فكلنا خطأون ولسنا معصومون وكلنا نتوب إلى الله تعالى وهو الغفور الرحيم، إنما باش أنني غادي نسمح في الزوج ديالي في هذه المحنه ديالو وبهذا التشهير الخطير اللي بسوء نيه اللي تعرض ليه وبهذه الامور كامله اللي ترتكبت في الحق ديالو وبالصفه ديالو وفي الشخص ديالو وانتهكت الاسره ديالو، فبالتالي انا ما غاديش نتخلى عليه كيفما كان الحال. استاذه ابراهيم شكرا لك، كنت صريحه معنا مشاهدينا الكرام كما تتبعتوا معنا الحوار شيق صراحه، الاستاذه كانت تكلمت معنا في الموضوع بصراحه، كذلك صوت العداله سوف تحاور الطرف الثاني باش ندرجوا فيه مجموعه من النقاط في هذا الملف. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.